السلام عليكم متتبعين قناة عالم علا، لاباس عليكم؟ كي درتم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد، كنتمنى الفيديو الجديد هنا الاعجاب ديالكم. اليوم جبت لكم طريقة تعليب الطون في المنزل بواحد الطريقة اللي هي بسيطة جدا. لما كتعرفوا هاد الوصفة كنحتاجو فيها كنحتاجوها لي ساندويتش لي تنحطوهم في الدار، والوليدات بيتزا، بغينا نديرو بيتزا ضروري كنحتاجو لواحد الطون معلب. هاد النهار قلت علاش لا، شد الحوت رخيص، الطون رخيص في السوق، قلت علاش لا منشريش ونبارطاجي معكم هاد الوصفة لي هي سهلة جدا. كيجي هاد الطون كيجيني أنا دائما ناجح، كيجيني ولا أربع، كيجيني غزال. طريقة بسيطة واقتصادية 100%. خليكم معايا في هذا الفيديو حتى التالي. لكن ما كتشوفوا معايا، أنا قبضت السمك ديال الطون، قبضته قطعته، حيدت له الراس ديالو، وغادي نحطوه هكا قدامكم. هاد الدم اللي تيكون مكبد لداخل كما كتشوفوا، كي طري والثمن ديالو جد 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 مناسب للغايه. الى قلت لكم بشحال غتبقاو منبهرين، يعني رخيص ماشي غالي. انا اضطريت انني ندير كيلو كيلو، كيدير با مال ديال غادي نقطع له هذا ديالو، وغادي نستمر معكم. غادي تسمحوا لي انا راني مريضه شويه بالتربيحه، حاولت نبارطاجي معكم واخا انا مريضه، قلت غنصوب هذه الوصفه ما نبخلش على المتتبعين ديال القناه ديالي. ما تيكونش فيه داك البشر ديال الحوت. كما غتشوفوا غادي تجربوا هاد الوصفه، ما غاديش تخطوها نهائيا من الدار. الوصفه كتجي اقتصاديه جدا للغايه، كتجي ولا ارض. ثم غادي نحيدو، انا ما غاديش نحيد السنسور ديال الدار، ولكن إلا حيدتو راه ساهل جدا. أنا هذا الحوت الصغير ما غاديش نحتاج نهائيا. بزاف ديال الناس اللي متنزعمش على هاد النوع سبحان الله ديال الحوت. لاحظتها في السوق،
التالي ومع العيد مع اللحيتي غزال جدا. ولا شريتي غير بوطه ديال الحوت شوف شحال غادي تقام عليك بثمن، ولكن الى صوبتي كميه في الدار غادي تجيك قضيه اقتصاديه جدا.
سالينا الكميه كلها اللي عندنا، غادي نمشيو نغسلوا هاد الطون ديالنا، وغادي نرجع معكم وغادي تشوفوا شنو درتلو. كما كتشوفوا لقيتو ها هو دا غسلتو، شوف كيجا حيد له داك الخويطات ديال الدم اللي تيكونوا في خط قلبو. هاد القشره هذه ما غاديش نحيدها نهائيا، غادي نخليه يسقطر، غادي نخليه يسقطر وغادي تبقاو معايا باش غادي تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديالو. عندي هنا كاس ديال الزيت ديال العود، عندي هنا الخل، كنفضل هذا الخل، هذا كيجيني شويه قاصح كيعطي النتيجه افضل. غادي نحتاجو القزبر يابس معلقه، غادي نحتاجو الوراق سيدنا موسى، غادي نحتاجو الملحه، وغادي نحتاجو الكمون غبره، وغادي نحتاجو لربع عصير حامض. غادي ندوزو دابا لطريقه التحضير. غادي نقطعو الكوكوط، غادي نقطعو الكوكوط، غادي نقطعو الحوت ديالنا، غادي نحاول نقرب لكم الطنجره حيت راه شي مرات كيسحبني كنصور وراني انا ما كنصور والو، كنتفاجئ بالمتتبعين ديالي تيقولوا لي اعولا راه حنا ما شفنا والو. كتشوفوا حنا درنا الطون ديالنا هنايا، كنضيفوا عليها كاس ديال الزيت ديال العود، كنزيدو الخل، كنزيدو ها معلقه، غادي نزيدو المعلقه الثانيه، دابا غادي نديرو المعلقه الثالثه. كما كتشوفوا ثلاثه ديال المعالق ديال الخل، وهنا بنفس الكاس اللي عبرنا الزيت غادي نديرو نصف كاس ديال الماء، كنديرو داك الوريقات ديال سيدنا موسى، كنضيفو القزبر حبوب. صراحه الطريقه بسيطه جدا للغايه، اللي ما بغاش يصوبو. كنضيفو الكمون، وكنضيفو الملح، الملح بطبيعه الحال حسب الاختيار ديال اي واحد. غادي يبقى لي هذا الحامض، غادي نقطعو هكا عفات، ومن الافضل يكون مسير ولكن انا ما عنديش، غادي نكتفي به باش يعطي المذاق ديال الحموضه ديالو. وصافي كنحاولوا اننا نحركو هكا شي شويه باش تدخل العناصر وكتنسجم مع بعضها كما كتشوفوا. غادي نقطعو، غادي نقفلو الطنجره ديال الكوكوط، وغادي نديرو فوق البوطه، غادي نقفلو، غادي نديرو الصفاره، وغادي نخليوها نصف الساعه، وغادي نرجع معكم باش غادي نوريكم كيف جا. دست نصف الساعه كيف قلت لكم على الطون ديالي، كما كتشوفوا ها هي مازال المريقه فيه ما ملبياش، غادي نردو الفوق العافيه حتى غادي تلبى وغادي يولي طايب في الزيت ديالو، وغادي نرجع معكم. كما كتشوفوا الطون ها هو وجد، ملي سالا قبط ودرت له حيت له داك السنسول ديالو ديال الشوك، وجا هانتوما كما كتشوفوا جا مقلي في زيتو، مذاق جا رائع جدا، زينته بديك الوريقات ديال سيدنا موسى، وجا الطبق على هاد الطريقه. كنتمنى الطبق ديالي ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش بالبارطاج مع لي زامي ديالكم باش تساهم الفائده للجميع. تعليق